أول وأقدم موطن للحضارة الإنسانية، من المكان اللي تقاطعت فيه كافة حضارات الشرق، كان صوتها وكانت قضيتها وفنها الهادف. من هنا، من بلاد الشام، حيث أول مدينة في التاريخ وأول عاصمة فيه. بيقولوا إنه لكل من اسمه نصيب، وهي بتحمل من اسمها كل النصيب. اسمها يعني بالسريانية الفتاة شديدة الجمال. عم نحكي عن بنت حلب، عن بنت سوريا وبلاد الشام، فايا يونان. يعني بالبداية بدنا نقول لك يعطيك الألف عافية على الحفلة اليوم اللي قدمتيها بالمدرج الروماني. هي أكيد مش أول مرة لك بعمان، هي ثالث مرة بتطلع على الجمهور الأردني بالمدرج الروماني. مزبوط. شكرا رزان. حبيبتي، حابة أعرف منك أكثر، تحكي لنا هيك كيف كانت الحفلة، واحكي لي بالتحديد كيف بتوصفي علاقة فايا يونان بالجمهور الأردني. أول شيء الحفلة رائعة رائعة، كنت عم خبرهم إنه فيني أسرق الجمهور الأردني معي وين ما كان. هلا هو صراحة يعني على هي رابع سنة بنعمل حفلة هون وثالث سنة على المدرج. فصار في عن جد علاقة كتير حلوة، يعني صرت حس حالي بعرف كل وجه، وهن يعني المكان لحاله إلو يعني إلو رهبة وهيبة، إلو بس إلو شيء حلو بذكرنا ما بعرف، بذكرنا بشيء كتير حلو، إلو في عراقة مع أصالة بنفس الوقت، إنه هو بعده موجود بحسسنا إنه كل شيء حلو بعده موجود. يعني كل شيء الدبكة بتصير أحلى، الهيصة، الزلغوطة، التفاعل، يعني كل شيء وإحنا بتأكيد والأغاني أحلى بكتير، يعني كل سنة عن سنة بتكون أحلى أكيد. احكي لنا فايا، خلينا ننتقل شوي للحديث عن الألبوم الجديد تاعك. احكي لنا مع مين تعاملتي، مع الشعراء والملحنين، وكيف عم بتشوفي أصداء الألبوم خصوصا اليوم بعد الحفلة، لأنه غنيتي أغاني كتير من الألبوم. مزبوط. هلا كل الأغاني سودان إذا الجمهور ما كان فيها، يعني كتير حلو. أنا مبسوطة إنه أول مرة عم يتغنوا لايف بعمان، عن جد إلهم رونق خاص، يعني والله مش بس عم صف حكي، بس كيف يعني كيف بيتفاعلوا المحبين مع كل غنية، مع كل كلمة، مع كل نغمة. ألبوم حكاية القلب هو تاني ألبوم لألي، كان لي الشرف إنه أتعامل فيه مع كتير أسامي مهمة. التوزيع الموسيقي كله لريان الهبر، والإشراف الفني والموسيقي لحسام عبد الخالق. كان في ملحنين أنا كتير بحبهم مثل خالد الهبر، زياد سحاب، أريجان سرحان، وكمان ريان الهبر، وافي عباس، وكمان شعراء كتير هيك يعني الكلمة معهم، يعني بيقولوا بيحكوا أفكارنا اللي مش قادرين نقولها كمان، مثل مهدي منصور اللي هو من أول غنية نحن سوا بالمشروع. في كمان وافي عباس، لما القيم، وعدنان الأزروني كمان غنيتين، ويعني بكل اسم اشتغلت فيه مع الألبوم كبرت. أكيد من وجه لهم تحية كلهم، تحية كتير كبيرة. وأنت الإضافة الكبيرة كنتي. طب فايا احكي لنا، يعني فايا يونان أول مرة كانت بتأدي اللهجة البدوية في أغنية خلخالها، احكي لنا كيف كانت هاي التجربة، وهل كان في صعوبات إنه أديتي هاي اللهجة البدوية؟ لا، هي لأنه اللهجة بدوية خفيفة. بس خفيفة. يعني منا كتير تقيلة. فكتير استمتعت أنا لأنه بحب هذا اللون. فيعني فيك تقولي بهذا الألبوم عملت كل شيء بحبه. في أغنية تانغو، في أغنية دبكة، يعني دبكة جديدة، يعني الشعر دبكة واللحن دبكة والتوزيع. فكان في تنوع، كثير استمتعت. والغنية يعني باللهجة البدوية كمان هيك، يعني كانت إذا بدك شيء لأول مرة وكثير استمتعنا فيه. حلو. فهي حابة أسألك سؤال هيك شوي عميق، كيف بتوصف فايا يونان الفن، خلينا نحكي الملتزم اللي بيعالج قضايا الأمة والوطن، وين بتشوفيه اليوم من الوطن العربي؟ ليك بالنهاية يعني هلأ أنا بحس حالي هيك، بحس حالي غليظة لما بدي أجي قيم وعرفتي، بس إنه عن جد هو باختصار يعني
انه الفن لازم يكون مراية للواقع ويعكس الشيء اللي عم نعيشه. صح. فكتير حلو نعمل موسيقى تشبهنا يعني، وما نحاول انه نفكر شو السائد او شو لازم اعمل، انه نفكر شو انه شو بدنا نقول، شو اهم شيء الافكار تكون جديده، لانه تعبنا من الافكار المكرره. ويعني هلا كان حدا عم يسالني، قلت له انه عم يسالني انه قد ايه الفن رساله، قلت له هو انه تخطينا يكون رساله ونوصل، هو اول شيء الفن لنا يعني، نحن لبعض نذكر. صح. بعض قد ايه موسيقتنا حلوه، قد ايه بلادنا حلوه وبتستاهل نعملنا اغاني جداد، بتستاهل انه نغني ونضل عم نفرح ونضل متفائلين يعني. حتى اغاني الحزن لازم يكون فيها هيك لمسه امل مثل ما بيقولوا. مزبوط. والموسيقى كمان طلع ان شاء الله حديثك، انه الموسيقى والتوزيع يكون معاصر، انه ما نقلب كليا بس بنفس الوقت نجدد يعني، نعمل شيء يشبه هذا الزمان اللي احنا عايشين. وانت يعني بنت هاي المدرسه يعني انت الاحق انه انت توصفيها صراحه. فقبل شوي ذكرتي ريان الهبر، احكي لنا ايش بيمثل ريان الهبر؟ ريان لا فيا يعني. ريان حبيبي، ريان معي عن جد من اول يوم. هو يعني هو هيك هادي ودائما ورا الكواليس، بس هو عن جد من احلى الموسيقيين. وهو موزع كل يعني موزع كل الاغاني، اول البوم وثاني البوم وكل السينجلز فيما بينهم، وحتى ملحن يعني اغاني. وريان بيوزع من قلبه، بيكتب يعني لما بينوت بنكون انا قلت له كذا مره مثلا بنكون بالاستوديو انه معلش نزل الغنية بلا صوتي، نسخة تانية بلا صوتي قد ما الموسيقى حلوة. حلوة. فريان بجنن وكتير أنا يعني بفتخر إني بشتغل معه. نوجه له تحية. نوجه له تحية. طب احكي لنا كيف بتشوف فايا يولان تجديد التراث؟ تجديد التراث حلو كتير، نغني تراثنا بكل شيء فيه لأنه كتير منوع وكتير هو نحنا يعني، كيف وصلنا لهون تراثنا هو بيحكي لنا كيف وصلنا لهون. صح. بكل شيء، فأكيد يعني لا سيما بالموسيقى، فكتير مهم إنه نجدد التراث. هلأ في غنية دبكة صدى موال، إنها كمان كلمات عدنان الأزروني وألحان ريان الهبر وتوزيعه، ولغتها يعني لغتها أو طريقة سرد الأفكار بتشبه التراث، بنفس الوقت في أفكار جديدة وبنفس الوقت التوزيع جديد يعني. حطينا ترومبيت بدبكة فإنه مهيب. وبنفس الوقت اللي بيسمع بحس خلص بتعني له يعني، إنه خلص هيدا شيء ساكن جواتنا. وأنا ضد إنه يكون مفهوم بتضل قريبة من الناس كتير، وأنا ضد مفهوم إنه يكون الشعبي شيء ولا انه غريب وهيدا هي الموسيقى شيء غريب عم بيصير اليوم. لا الشعبي هو احلى شيء، هو عن جد يعني التراث اللي وصلنا اليوم هو كان شعبي، منشان هيك ضلوا يرددوا منشان هيك وصلنا. مزبوط. فهي موسيقتنا باللاوعي دغري نتفاعل معها، فكتير حلو انه نجددها وبنفس الوقت بطريقه معاصره. مزبوط. طب فاي احكي لنا رساله هيك بتوجهيها للاردن ولسوريا. شيء للأردن، يا رب يا رب الأردن يضلوا دائما هيك حلو مثل ما هو، وحاضن وفاتح ايديه للكل، ويعني هيك عمار عمار. ولسوريا بقول انه انا شخصيا وين ما رحت حامل البلد بقلبي، بتخيل كل سوري وين ما راح. حلو. واللي جوا سوريا بقول لهم انه يعني قد ما كبرت الهموم وهيك، بلدنا بيضل الاحلى وبيضل بلدنا بيستاهل الاجمل. ان شاء الله يا رب يعني شوي شوي سوريا عم ترجع توقف ان شاء الله على اجريها. اكيد. ف هيك يعني رساله امل لكل قرنه بسوريا، وكل قرنه ان شاء الله كل يعني كل محل بسوريا وكل حاره وكل شارع وعم ترجع سوريا يتعمر ونرجع ندبك دبكة فرح في إن شاء الله بسوريا. أكيد. يعني بما أنه ذكرنا سوريا، أول حفلة إلي كانت في دار الأوبرا في دمشق، كانت يعني خلال سنوات الأزمة في سوريا، وكان في ناس كتير وكان في تفاعل. هل كنتي متوقعة أنه يكون فيه العدد الهائل من الناس؟ صح بال 2015 لا صراحة، بتخيل هذا الشيء بيفرجيكي أنه قديل نحن السوريين بحاجة أنه نغني. مش يعني قبل ما نحن بحاجه نغني لحتى نفرجي العالم انه وير غانا بي فاين، لا نحن بحاجه نغني لحالنا يعني، نحن بحاجه نذكر حالنا. وانا طلعت حضرت كذا حفله يعني بسنوات، يعني عم نحكي بال 2015
كنا بأمس الحاجة إنه نسمع موسيقى. هلا ليكي إنه أحياناً لما بيصير مثلاً أنا من أسبوع فقت محبطة، قلت معقولة يا ربي كل هالشي عم بيصير حوالينا ونحن قاعدين عم نعمل موسيقى وبدنا نعمل حفلة وإطلاق ألبوم، جد فكرت إنه لأنه هيك لازم نضلنا نعمل أغاني. صح. من اللافت كمان فايا إنه خلال الأزمة السورية ضل في استمرار للحركة الفنية والثقافية في سوريا، هل بتعتقدي إنه أحيانا الأزمات هي اللي بتخلق مجال للإبداع أو تطلق حيز الإبداع خلينا نحكي؟ يمكن إنه أكيد هو بيصير إنه الشخص بيحاول يعمل شيء حلو من معاناته. هلا يا ريت لو ما في ولا أزمة ولا حزن، يعني يا ريت نقدر نعمل من مشاكل أبسط من هيك. صح. نقدر نخلق فن، بس أكيد يعني كل شيء بيجي بيكون فيه له جانب إيجابي ولو يعني ولو صغير. بس صدقا يعني في كتير موسيقى سورية جميلة عملت بآخر كم سنة وموسيقيين، وحتى يعني مش بس بسوريا، يعني الموسيقيين السوريين اللي صاروا برا كمان عم يبدعوا، ف عم بيقدموا الصورة الحلوة عن البلد وعن صحيح. الناس الموجودة بالبلد. مزبوط. آخر إشي حابة أعرف عنه فايا، يعني أنت قدمتي أغاني كتير وأغاني خلينا نقول بتحمل قضايا واقع عن المجتمع، منها تغنى باللغة العربية الفصحى وأشياء كمان تراثية، احكي لي قديش مهم اليوم هذا الفن؟ كتير مهم، ومهم نضلنا نغني بالفصحى، منغني بلهجتنا ومنغني بالفصحى ومنغني بكل شيء بيشبهنا. يعني انا متاكده انه نحن كلنا يعني الفصحى بتجمعنا، بس نحن كلنا في مثلا كمان في سحر للهجه المحكيه، يعني المحكيه والعاميه، لما حبيب بده يغازل حبيبته او العكس بيستعملوا المفردات الحلوه، واذا بده يبعت لها قصيده بيبعت لها بالفصحى. فكل شيء كل شيء بيشبهنا حلو نغني وحلو هيك نخلده بأعمال جديدة. وإحنا بنقول دائماً طول ما الناس اللي بيقدموا هذا الفن اللي مثلك موجودين رح يضل هذا الإشي أكيد موجود. شكراً. كتير انبسطنا وأنا بالأكثر لإطلالتك معنا على أمان تي في. شكراً. ويعطيك ألف عافية. ويعطيكم العافية. شكراً. شكراً. Thank you.